طيب، مصيف مصر وعروس البحر المتوسط، المدينة الأولى في العالم العربي هي الإسكندرية طبعا. هذه المدينة غنية بتاريخها وكانت شاهدة على عصور مختلفة منذ نشأتها، تغنى بها الفنانون وعرفت بشواطئها ومتنزهاتها وقصورها التي ما زالت تعتبر أحد الرموز الجمالية ورموز الجمال في هذه المدينة. معنا من أقدم مقهى على شاطئ الإسكندرية مراسلتنا سمر باشات. صباح الخير يا سمر. في من مدينة التاريخ والجمال الإسكندرية عروس البحر المتوسط، خليني ماشي على الكورنيش يعني يا سمر، استمتعي لينا وليكي. سمر طبعا الجو وبحر إسكندرية الهواء بتاعه ملوش مثيل. ايوه طيب سمر، يعني انت مش بس هتكوني في اقدم مقهى ولكن هو كمان على الطراز اليوناني، دينا جوله معاكي في هذا المكان الرائع. مظبوط. الاول بس انا عايزه اقول احنا موقعنا فين. احنا هنا على كورنيش اسكندريه الجميل، وفي الخلفيه بيظهر البحر ومعالم اسكندريه. زهره معانا لو كاميرا تجيب، في قلعه قايتباي وفي الميناء الشرقي. وبعدين في على بعد خطوات مننا محطة الرمل. احنا دلوقتي امام اقدم مقهى يوناني، مقهى ومطعم يوناني اسمه اتينيوس، بناه احد اليونانيين في مطلع القرن العشرين. وزي ما هو معروف الجالية اليونانية كانت كبيرة في اسكندرية ولها معالم هنا كتير زي مقاهي ومحلات، لسه حتى بتحتفظ بنفس الأسماء بتاعتها الشهيرة. المطعم هنا سمر هو لسه على نفس الطراز ولا بس فقط محتفظ بالاسم، يعني نفس المنيو وإن كان عليه تحديث ولا اختلف نهائي؟ لا، الطراز هو هو، الطراز هو هو، يعني صاحب المحل الحالي هنقابله دلوقتي. يلا. جددوا المحل مرتين لكن ما غيرش المعمار بتاعه. هنا عند المدخل، يعني احنا عارفين ان هو زارو احمد زويل، نجيب محفوظ. بالظبط، نجيب محفوظ كتب رواية ميرامار هنا من هذا المقهى، استوحاه من فندق بجوار المكان اسمه ميرامار. وهنا على الحوائط بتاعت المكان كلها، احنا هنا لسه في المدخل بس في صور نادرة لإسكندرية من أكتر من قرن، من القرن 19 والقرن العشرين. اوكي، وهندخل دلوقتي المقهى على مهلك. اوكي، هندخل المقهى هنقابل صاحبه الحالي اللي اشتراه من العائلة اليونانية، والده اشتراه، هو ورث المحل سنة 1970. صباح الخير يا استاذ يعقوب، ازاي حضرتك؟ هتدينا جولة كده، هم لسه كانوا عايزين يعرفوا المكان من ساعة ما استلمتوه، هل في أي تجديدات عملتوها؟ هل حافظتوا؟ أنا شايفة الطراز المعماري هنا فريد. بصي حضرتك، هو احنا حافظنا على التراث زي ما حضرتك شايفة، وهو المكان اتعمل رينوفيشن مرتين بس، وحاولنا على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على الحاجات اللي كانت معمولة، لان اتينيوس يعتبر اقدم مكان موجود في اسكندرية من ناحية المطاعم والكافيهات، والوحيد اللي بيحمل اسم الاونر، يعني غير الاماكن التانية. الاماكن التانية هي مسميات، انما هنا الاونر نفسه كان اسمه جان كوستانتينيوس اثينيوس. أنا شايفة هنا السقف فيه زخارف، دي زخارف يونانية ما تغيرتش من ساعة ما تغيرت. لا يا فندم، ما تغيرتش خالص، ولو حضرتك رجعتي لأي صور قديمة هتلاقيها موجودة فيها. وهنا أنا شايفة برضو فيه صور برضو الإسكندرية زمان وكلام باللاتيني وباليوناني. بصي حضرتك، في صورة اللي في النص دي صورة أثينيوس نفسه، الصورة دي سنة 1909 وهو قاعد، ده الجزء اللي كان بيطل على الترام. والصورة اللي جنبيها دي صورة اجتماع الجالية اليهودية سنة 34 في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه. يعني بصي، لو الصورة دي العمود ده، هو من أول العمود ده كانوا واخدين لغاية الآخر. مين أبرز الشخصيات اللي جات المكان؟ يعني مين من المشاهير؟ احنا عارفين نجيب محفوظ كتب ميرامار أو استوحاه من المكان ده، مظبوط؟ بالظبط، هو الأستاذ نجيب محفوظ الله يرحمه كان
كتب القصة كلها هو قاعد هنا في أتينيوس و... وتصورت في الفندق اللي جنبينا على طول، وحتى الله يرحمها الفنانة شادية كانت بتمر على رصيف أتينيوس. أتينيوس حضرتك يعني شهرته في إن هو فتح 1900، ولما فتح كان باتيسري وجلاسيري، جيلاتيري وحلواني. أنا شايفة برضو حضرتك محضر لنا فطار إسكندراني. أوكي، ناخد فكرة كده عن الفطار المعروف في اسكندرية. الكاميرا لو ممكن تجيب هنا فطار على البحر، المكان زي ما احنا شايفين بيطل على البحر. أوكي، يا قلبي، فطار إسكندراني، فلافل وبيض وفول. اتفضلوا معنا. تحولنا المايك. أوكي، المكان بيطل على البحر زي ما احنا شايفين، هو بس في بعض التجديدات الحالية، لكن هو طيب بيطل على البحر. سمر شكرا جزيلا، نتمنى لك إفطارا شهيا، وبالتالي أوعى ما تكليش جمبري وتستمتع بإسكندرية قبل ما ترجع القاهرة. شكرا جزيلا سمر بشات، يعطيك ألف عافية.